يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر فضيلتكم أنه ممن يدخل النار عصاة الموحدين، فهل المقصود بهم أصحاب الكبائر أم أصحاب الصغائر أم الذين لم تكفر سيئاتهم في الدنيا؟ المنصوص عليه أصحاب الكبائر دون الشرك، أصحاب الكبائر التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا، هؤلاء معرضون لدخول النار إن لم يعفو الله عنهم. نعم.